أكيد طبعا خطوة مهمة جدا في مشوار مجلس الإدارة ومشوار النادي الأهلي، وهو تجديد عقد الرعاية بنصف مليار جنيه. طبعا مبلغ كبير جدا، 500 مليون جنيه مصري، أكيد طبعا رقم كبير يعني مهول. يعني كل ما بيكون في عقد رعاية جديد بنسمع رقم خرافي، رقم بيكون جديد على الرياضة المصرية. وزي ما احنا عارفين اسم النادي الأهلي اسم كبير جدا في مصر وفي أفريقيا وفي العالم العربي، وبالتالي الكل بيتسابق على الفوز بالتيشيرت الخاص بالنادي الأهلي، وبالتالي شركة صلة هي اللي فازت في رهان، وكان يعني كانت امبارح المزايدة، وبالتالي فاز شركة صلة ب 500 مليون. أكيد طبعا احنا عارفين وعايزين نوضح للسادة المشاهدين ان 500 مليون جنيه دول خاصين فقط بعقد الرعاية. يعني ممكن كتير من الناس تفهم ان دول خاصين بالرعاية زائد البث الفضائي، الكلام ده مش مظبوط. هو 500 مليون خاصة فقط بعقد الرعاية، الرعاية اللي هي بتكون على تيشرت النادي الاهلي. يعني شركة صلة اخدت حق رعاية تيشرت النادي الاهلي لمدة 4 سنين ب 500 مليون جنيه، اكيد رقم كبير جدا. احنا لو فاكرين اخر عقد رعايه للنادي الاهلي كان 231 مليون جنيه، وبالتالي كل ما الوقت بيعدي طبعا كل ما القيمه الماليه في او القيمه السوقيه للنادي الاهلي اكيد بتزيد، وبالتالي بنشوف ارقام كبيره وبصراحه تليق بالنادي الاهلي. وده رقم زي ما احنا قلنا رقم كبير وخرافي، ان شاء الله كل تجديد عقد رعايه يكون فيه رقم جديد و وبالتالي يكون في استفاده كبيره جدا للنادي الاهلي. لكن كمان يوم السبت ان شاء الله هيكون في البث الفضائي، وفي يعني اكيد يعني زي ما سمعنا في التقرير فتح المظاريف الخاصه بالبث الفضائي يوم السبت القادم. مين هيفوز بحقوق بث الفضائي الخاص بمباريات النادي الاهلي؟ يعني طبعا احنا بنقرا وبنسمع كلام كتير جدا ان النادي الاهلي بيحاول يوصل لرقم كبير جدا جدا جدا، وهو تقريبا 250 مليون جنيه. يعني ده الرقم اللي من المتوقع ان القيمه ترسي عليه، يعني كل حاجه قابله للتغيير، ممكن الرقم يزيد، وده اللي ان شاء الله النادي الاهلي بيحاول ان هو يامل بيه، لكن ما اعتقدش ان الرقم ده هيقل عن 250 مليون جنيه، وبالتالي يبقى التوتال او مجموع الرعايه مع البث الفضائي 750 مليون جنيه، ورقم اعتقد كبير جدا جدا. بسم الله ما شاء الله، فعلا النادي الاهلي اسم كبير في افريقيا وفي العالم العربي وفي كل مكان. النادي الاهلي كل الناس زي ما احنا قلنا بيتسابقوا علشان يفوزوا ب يعني بعقد رعايه او بث فضائي او باي حاجه خاصه بالنادي الاهلي. واعتقد ان شركه صله من الشركات المحترمه، من الشركات البروفيشنال المحترفه اللي تقدر ان هي تباشر شغلها بشكل كويس جدا. شفنا السنه اللي فاتت او في الاربع سنين الماضيين طبعا ان كان في تغيير من شركه صله، طبعا الاتوبيس الخاص بالنادي الاهلي، وكمان في يعني المباريات كان الشكل مختلف، من بقى من بدايه غرف الملابس لنزول الملعب الى تسليم جوائز خاصه بالنادي الاهلي، اكيد كان كل ده باين ان في شغل محترف. فبالتالي ان شاء الله نامل ان شركه صله تواصل احترافها وتواصل بقى تجديد يعني الافكار اللي موجوده الخاصه بالنادي الاهلي، سواء في مبارياته او في يعني اي ايفنت او اي مناسبه خاصه بالنادي الاهلي. لسه مكملين مع اخبار النادي الاهلي، وكان في اجتماع للكابتن محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي، وايضا القائم باعمال مدير الكره مع الكابتن سمير عدلي، واكيد خاص باختيارات او اختيارات الكوادر الاداريه في طبعا جهاز الكره او طبعا الجهاز الفني الموسم القادم. احنا عارفين ان لسه الجهاز تم تشكيله، وبالتالي لسه الكوادر الاداريه بيتم اختيارها. فبالتالي دور كابتن محمد يوسف والكابتن سمير عدلي طبعا بدوره المدير الاداري، وكابتن محمد يوسف طبعا بدوره كمدرب عام وهو قائم باعمال مدير الكره، ان هم يتناقشوا في الاسامي المطروحه وايه هي الاحتياجات اللي النادي الاهلي محتاجها في الموسم القادم. يعني وبما اننا يعني بما اننا بنتكلم على النادي الاهلي وعلى جهازه الفني، طبعا يعني بنعزي الكابتن محمد فضل لاعب الاهلي السابق ومدير التعاقدات الحالي في وفاه نجله اسماعيل محمد فضل، يعني اثر حادث اليم طبعا صباح اليوم، بقاء لله وربنا كده يجعله شفيعا لك يوم القيامه ان شاء الله. فكابتن سمير عدلي وكابتن محمد يوسف ان شاء الله يكونوا حطوا ايديهم على بعض الاسماء المرشحه للجهاز الفني. بنتكلم من الناحيه الاداريه، واحنا عارفين ان اي جهاز فني في العالم بيحتاج جانب اداري مهم جدا، وهو عليه دور
كبير. يعني اكيد طبعا النادي الاهلي معروف طوال تاريخه بكوادر اداريه على اعلى مستوى، وبالتالي ده اللي بيتم في المرحله اللي جايه. يعني ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للكابتن محمد يوسف، الكابتن سامي قمصان، والكابتن سمير عدلي، خبره كبيره جدا في مجالات الكره القدم، وخاصه طبعا المجال مع منتخب مصر، وان شاء الله يوفق ويبقى ناجح كده مع النادي الاهلي زي ما حقق طبعا نجاحات مع المنتخب الوطني. ان شاء الله يعمل نجاحات مع منتخب مصر، مع النادي الاهلي ومنتخب مصر. طبعا يعني السؤال اللي بيشغل كل الجماهير الاهلاويه الخاص بالفني، لسه المدير الفني لم يتخذ اي قرار تجاهه، ومفيش اي اسماء، يعني مفيش اي اسماء تحديدا نقدر نقولها لحضراتكم، لكن يعني كل حاجه خلاص قربت من خط النهايه، وبالتالي يعني في القريب جدا ان شاء الله هيتم اعلان المدير الفني الجديد الخاص بالنادي الاهلي. زي ما احنا شفنا النادي الاهلي تم تعيين طبعا الجانب الفني، طبعا المدرب العام ومدرب المساعد، وطبعا يعني شفنا اسماء كتيره جدا وكوادر فنيه على اعلى مستوى طبعا سواء في قطاع الناشئين او في الفريق الاول، وبالتالي يبقى فقط الاعلان عن المدير الفني. وزي ما احنا عارفين بنطمن كل جمهور النادي الاهلي ان مجلس الاداره يعني هو عارف هو بيعمل ايه، وبالتالي مفيش استعجال، عشان كلنا عندنا ثقه كبيره جدا في مجلس الاداره ان هو لما يعلن اسم هيعلن اسم على اعلى مستوى، وهيكون اسم فعلا هو قادر على قياده النادي الاهلي. زي ما احنا عارفين النادي الاهلي طوال تاريخه كل المدربين اللي كانوا موجودين كلهم اسامي تقيله جدا في عالم كره القدم وعالم التدريب، فبالتالي ما ينفعش نستعجل، وبالتالي يجي مدير فني ما يكونش على قد المسؤوليه وما يكونش على مستوى تاريخ النادي الاهلي. عشان كده ان شاء الله كلنا عندنا ثقه كبيره جدا وامل في طبعا مجلس الاداره ان هم يختاروا مدير فني ان شاء الله على اعلى مستوى يحقق طموحات واحلام الجماهير الاهلاويه العاشقه لناديها. ويعني لسه مكملين اكيد مع اخبار النادي الاهلي، و أستاذ خالد مرتجي يعود مجلس الإدارة، بيعود إلى القاهرة يوم الأحد القادم بعد مشاركته في ورشة الفيفا لفض المنازعات، وأكيد يعني أكادر مهمة جدا أو وجهة مهمة جدا جدا للنادي الأهلي موجودة دايما في الفيفا وبيمثل النادي الأهلي هو الأستاذ خالد مرتجي. زي ما احنا عارفين عنده خبرة طويلة جدا في مجالات الفيفا، وبالتالي لما الفيفا بعت جواب للنادي الأهلي لازم يكون حد موجود وممثل للنادي الأهلي في ورشة فض المنازعات. بدون أي تردد تم ترشيح الأستاذ خالد مرتجي علشان يكون موجود في ورشة الفيفا لفض المنازعات. فض المنازعات دي بيكون طبعا ما بين المؤسسات الرياضية، زي ما احنا عارفين وشفنا ان ساعات بيكون في بعض المشاكل اللي بتواجه مثلا الانديه مع اللجان الاولمبيه او مؤسسات رياضيه بينها وبين بعضيها، فبالتالي هي دي اللي كان موجود فيها الاستاذ خالد مرتجي، وكان حريص جدا على التواجد فيها، وهي بتقام في جنوب افريقيا. واكيد طبعا يعني ان شاء الله يرجع بالسلامه، واكيد يعني حاجه مهمه جدا، وزي ما احنا قلنا حاجه بتشرف النادي الاهلي وجود الاستاذ خالد مرتجي لممثلا عن النادي الاهلي في الفيفا وورشه فض المنازعات. هنروح لأخبار منتخب مصر ومنتخبنا الوطني اللي عنده مباراة مهمة جدا جدا بكرة إن شاء الله مع كولومبيا، وإحنا عارفين إن كولومبيا مدرسة لاتينية، يعني مدرسة لاتينية، فبالتالي قريبة لأورجواي، وهي أول مباراة إن شاء الله هيلعبها منتخب مصر. إن شاء الله إن شاء الله كل التوفيق أكيد لمنتخب مصر في مشواره في كأس العالم، لكن مباراة كولومبيا مباراة قوية جدا، في يعني منتخب كولومبيا كل النجوم طبعا، لو على سبيل المثال خيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد السابق ولاعب بايرن ميونخ الحالي طبعا فالكاو قائد فريق موناكو الفرنسي، وبالتالي اسماء تقيله جدا، ده غير لعيبه كثيره جدا موجوده في المنتخب الكولومبي. لكن هنروح من اخبار المنتخب الوطني ل طبعا المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، ويعني السؤال اللي محير جمهور مصر كله، محمد صلاح، هل محمد صلاح هيشارك مع منتخب مصر في اولى مبارياته في كاس العالم؟ يعني على حد علمنا وعلى حد الكلام اللي بيتقال قدامنا وعلى حسب ما احنا بنقوله لحضراتكم ان الباشمهندس هاني ابو ريده كان في اسبانيا بيطمن على نجمنا المصري محمد صلاح، وده لحق به الاصابه في مباراته الاخيره ضد ريال مدريد في نهائي دوري ابطال اوروبا، وبالتالي هي دي الاصابه، خرج في الدقيقه 30 وكانت اصابه قويه جدا. لكن لحد دلوقتي محمد صلاح نفسه لم يصرح باي تصريح، لكن الباشمهندس هاني ابو ريده قال ان بنسبه كبيره للاسف محمد صلاح لن يشارك في مباراه اورجواي، وهي اول مباراه مصر هتلعبها في كاس العالم. قال الباشمهندس هاني ابو ريده بعض التصريحات اللي هنقولها لحضراتكم ان طبعا نجم ليفربول ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح بيدرب
اربع ساعات يوميا، مش اربع ساعات يعني اربع ساعات بيتمرن كلهم جري، لا بيتمرن يعني اربع ساعات دي خاصه بعلاج طبيعي وجلسات تاهيليه، وطبعا يعني بعض التمرينات اللي طبعا بتحافظ على لياقه اللاعب البدنيه، عشان احنا عارفين ان هو يقعد حوالي ثلاث اسابيع بعيد تماما عن اي احتكاكات، فلازم يحافظ على مجهوده البدني. طبعا مش هتكون بنفس القوه اللي بيعمل بيها لاعب كره القدم في ايامه الطبيعيه، ولكن هي بعض التدريبات اللي بتحافظ على بعض اللياقه اللي موجوده للاعب في مشواره او في مسيرته اللي هتكون ان شاء الله ثلاث اسابيع قبل ما يلتحق بمنتخب مصر وقبل ما يتم شفائه على خير نهائيا من الاصابه. وطبعا يعني باشمهندس هاني قال يعني ان شاء الله محمد صلاح يكون جاهز لمباراه روسيا ومباراه السعوديه، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل بكره. محمد صلاح ما يكونش موجود في مباراه اوروجواي، لكن ممكن يكون موجود على مقاعد البدلاء لو صحته طبعا يعني صحته اتحسنت، وبالتالي كلنا اكيد بندعي، يعني ما فيش حد في مصر ما بيدعيش لمحمد صلاح ان ربنا يقومه بالسلامه وان هو يكون جاهز لمباراه يعني اوروجواي في مشوار منتخب مصر في كاس العالم. ايضا كمان يعني على ذكر الاصابات، محمد النني زي ما احنا عارفين ان هو كان اتصاب في اخر مباراه الارسنال في بطوله الدوري الانجليزي الممتاز، وبالتالي كان عنده اصابه ثلاث اسابيع بعدها عن تدريبات المنتخب، وبالتالي اعتقد ان مباراه كولومبيا هتكون اول مباريات محمد النني مع منتخب مصر، وكمان بعد اصابته مع فريق ارسنال، وبالتالي ان شاء الله ربنا كمان يعني يحفظهم، يحفظ كل لعيبه منتخب مصر، علشان عندنا مهمه يعني بنحلم بيها من 28 سنه ما حققهاش الانجاز، وهو صعود منتخب مصر الى كاس العالم. فان شاء الله كل التوفيق لنجومنا في منتخب مصر ومحمد صلاح بالتحديد، ان شاء الله ربنا يقومه بالسلامه ويحفظه من اي اصابه. هنتكلم طبعا يعني زي ما احنا قلنا مباراه كولومبيا، وان المنتخب بينهي خلاص استعداداته الاخيره اللي كانت النهارده على ملعب طبعا اتليتي ازوري دي ايطاليا، وهو معقل نادي اتلانتا، واحنا عارفين ان المباراه هتقام على نفس الملعب في 9:15 بكره ان شاء الله، في طبعا استعدادات المنتخبين لبطوله كاس العالم. زي ما احنا عارفين ان منتخب مصر كان حريص جدا على لعب مباراه وديه مع جانب من المنتخبات اللاتينيه، وده بسبب ان منتخب مصر معاه في المجموعه منتخب اورجواي وهو مدرسه لاتينيه، فبالتالي ان شاء الله يكون المدرستين قريبين من بعض، ونقدر ان احنا نبقى عارفين نقاط الضعف والقوه في المدرسه اللاتينيه، زي ما احنا اكيد متابعين للكره اللاتينيه ان هي كره قدم بتنم على المهاره، بتنم على يعني السرعه والخفه والرشاقه، وليس القوه الدفاعيه والصلابه الدفاعيه، بل وهي كره جميله جدا، وده اللي احنا بنسعى من جانب منتخب مصر وجانب منتخب كولومبيا ان هم يقدموا ان شاء الله مباراه تليق باسم المنتخبين اللي هيلعبوا بكره ان شاء الله. يعني زي ما احنا عارفين اكيد طبعا منتخب مصر وهيكتور كوبر كانوا حريصين على فتره صباحيه يقام فيها بعض التحضيرات المباريات الوديه الخاصه بمنتخب كولومبيا، او هي يعني بلغه لعيب الكوره هي محاضره فيديو، محاضره فيديو بيكون موجود فيها لعيبه منتخب مصر بيتفرجوا على منتخب كولومبيا عشان الناس تبقى عارفه او اللعيبه تبقى عارفه نقاط ضعف ونقاط قوه منتخب كولومبيا، بالتالي يقدروا ان هم يبقوا عارفين المدرسه اللي هيلعبوها او المنتخب اللي هيلعبوه هيبقى شكله عامل ازاي في الملعب. احنا عارفين طبعا ان منتخب مصر هيكون معاه منتخب اوروجواي ومنتخب روسيا ومنتخب السعوديه، و يعني اكيد بنتكلم على منتخب مصر، فاكيد هنكمل مع مستر هيكتور كوبر وتصريحاته. كان في بعض التصريحات اللي كان قال عليها مستر هيكتور كوبر على موقع الاتحاد المصري لكره القدم، وكان بعض بقى الاسئله اللي كان الشارع المصري بيسالها في الفتره الماضيه، وان بيتكلم على ان فلسفته هي الفوز بالمباريات وليس بعدد من الاهداف، وهو طبيعي يا جماعه، يعني لوجيك او بالعقل كده هو ده طبيعي، يعني اي مدير فني في الدنيا لما بيجي يفوز بمباراه، هل هو فاز ب 1-0 2-0 3-0 هل هي هتفرق معاك في عدد النقاط؟ لا، هو لو فاز هياخد 3 نقاط، تعادل بياخد نقطه، خساره ما بياخدش اي حاجه، وبالتالي ده اللي قدر ان هو يوصله مستر هيكتور كوبر. مستر هيكتور كوبر اتكلم في نقطه مهمه جدا جدا في كلامه وتصاريحه، قال انا لما جيت اتعاقدت مع الاتحاد المصري كان العقد فيه يعني بندين او شرطين مهمين جدا، او اول واحد هو التاهل لبطوله الامم الافريقيه، واللي كان غايب عنها منتخب مصر في 3 نسخ قبل كده. الراجل وصل لامم افريقيا وقدر ان هو مش بس يوصل، لا ده وصل كمان للمباراه النهائيه، وكان قريب جدا من الفوز بالبطوله، لكن طبعا
خسارتنا من المنتخب الكاميروني كانت خساره صعبه، يعني مش خسرنا بكل سهوله، لا خسرنا بعد مباراه طبعا قويه جدا، وخسرنا بكل شرف، وبالتالي منتخب مصر كان وصيف البطوله الاخيره من الامم الافريقيه. ايضا صعدنا لكاس العالم 28 سنه، كل المدربين اللي كانوا بيدربوا منتخب مصر فشلوا في الصعود لكاس العالم، فشلوا وممكن نقول في عدم توفيق، وممكن نقول يعني ما كانش فيه الجيل اللي كان يسمح به صعود منتخب مصر، لكن جه الوقت اللي مستر هيكتور كوبر ببعض من الخبرة والشباب قدر ان هو يصعد به منتخب مصر الى نهائيات كأس العالم بعد غياب 28 سنة. فبالتالي الراجل شايف ان هو مش مقصر في اي نقطة من النقاط اللي اتفق عليها مع الاتحاد المصري، وبالتالي هيكتور كوبر لسه مش عارفين هل هيجدد عقده مع منتخب مصر ولا هل هيتم تأجيل الكلام في العقود إلى ما بعد كأس العالم. لكن أكيد واحنا بنتكلم على منتخب مصر ما ينفعش يكون يعني بنتكلم غيره معانا، أحمد عبد الباسط الصحفي يعني اللي بيعرف كل أخبار منتخب مصر، وكمان يعني بسم الله ما شاء الله عنده معلومات قوية جدا، ومن الناس اللي أنا بصدقها في أخباره تجاه منتخب مصر. أحمد عبد الباسط برحب بيك على قناة النادي الأهلي. حبيبي العزيز عمر برحب بيك، وسعيد ان ده اول مداخله اعملها معاك، وبرحب بكل الساده مشاهدي قناه النادي الاهلي، كل سنه وانت طيب. خليك احمد، طبعا زي ما انا قلت انت بسم الله ما شاء الله قريب جدا من اخبار منتخب مصر، وبتكون دايما عندك مصداقيه كبيره جدا، فعايز اعرف منك بقى تقول لي كواليس اخبار المنتخب الخاصه بمعسكر ايطاليا ومباراه كولومبيا. خليني في البدايه بس اقول لك عمر ان الشغل الشاغل للمنتخب مصر هو محمد صلاح، ومين يبقى بديل محمد صلاح الفتره اللي جايه، محمد صلاح هيلحق مش هيلحق؟ بعض الناس اتكلمت وقالت لك ده في اعمل اشعه مره ثانيه اشعه الام ار اي، وفي المره الثانيه اثبتت على فكره صلاح ما عملش مرتين اشعه ام ار اي، هي مره واحده من الاول خالص، وبينت ان هو يحتاج لفتره 21 يوم، وبعدين بعد ال 21 يوم عشان ينزل الملعب هيحتاج له يومين ثلاثه، فاحنا بنتكلم ان احنا منطقيا مش هيكون موجود في مباراه اورجواي. يعني احمد محمد صلاح رسميا مش هيبقى موجود في اول مباراه لمصر في كاس العالم، خلاص كده مش هيجازفوا محمد صلاح. تمام. زي ما الناس بتتكلم، لا ما صلاح مش هيبقى فيه مجازفه بيه، هيبقى جاهز ان هو خلاص موجود في القاهره هنا وهيبدا ينزل الملعب بدايه من القاهره، ولكن مش هيقدروا يجازفوا بيه في مباراه اورجواي نظرا لصعوبتها، وفي نفس الوقت صلاح برضه عشان خاطر ان الاصابه ممكن ترتد ليه مره ثانيه، فهيحاولوا ان هم يحافظوا عليها على قد ما يقدروا. ده بالنسبه لمحمد صلاح، ولكن الناس اللي عماله تقول تكهنات والكلام ده اطلاقا، محمد صلاح على راس القائمه اللي هتتبعت بعد مباراه كولومبيا مباشره للاتحاد التحكيمي اللي هي هتبقى 23 لعيب اللي هيتشارك في المونديال، فما فيش الكلام ده كله خالص. ولو كان صلاح مش موجود في المونديال كان الراجل يفكر ان هو يضم لاعب بديل، كان يفكر كان هيطلع يتكلم، لان مش هينفع يخبي ده كله وفي الاخر مش هيختار لعيبه ثانيه. طيب بالنسبه لمحمد صلاح، طيب يا بكره كده احمد عايز اسالك بس عشان نتكلم على محمد صلاح، هل الجهاز الفني استقر على مين هو بديل محمد صلاح، ولا لسه المنتخب هيجرب في المباراتين الاخرانيين قبل كاس العالم؟ بص عمر خلاص الماتشين اللي جايين دول الاستراتيجيه بتاعت هيكتور كوبر ان هو يلعب بالاساسيين، انت لعيب كره وعارف كويس جدا. تماما، عشان كده بسالك هل هو استقر على اسم مكان صلاح ولا لسه؟ ما انا هقول لك هو استقر على اسم اللي يلعب مكان محمد صلاح خلاص، يعني هو استقر على ان تريزيجيه هو اللي يكون موجود محمد صلاح مش شيكابالا او عمرو ورده زي ما الناس بتقول، لان هو شايف ان شيكابالا او عمرو ورده بديل استراتيجي او بديل يقدر يلعب له مكان عبد الله السعيد، يقدر يلعب مكان محمد صلاح بس مش وقت كامل يا عمر، ما يقدرش يديله مباراه كامله، ولكن استقر على ان تريزيجيه يبقى مكان محمد صلاح، ويبقى في الناحيه اللي فيها تريزيجيه رمضان وكهربا زي ما بيلعبوها تماما، او رمضان يلعب مكان محمد صلاح وتريزيجيه يلعب على عدلته لو ظروف المباراه مش ماشيه مع تريزيجيه. فده اللي استقر عليه هيكتور كوبر، واللي بنسبه كبيره ان شاء الله هنشوف في مباراه بكره، وبيبقى في قلبهم عبد الله السعيد ومهاجم صريح هيلعب بالمهاجم الاساسي اللي هيلعب بيه في كاس العالم مروان محسن. برضو لازم نطمن الناس قبل ما نطلع من موضوع الاصابات على محمد النني. محمد النني خلاص تمثل للشفاء بنسبه كبيره، ولكن الجهاز الفني عنده نيه او رغبه ان هو لو هيدي له بكره دلاوه وهيفكر ان هو يدي له في المباراه مش اكتر من ربع ساعه، نظرا لان محمد النني لسه برضو لم يتم الشفاء الكامل اللي هو يقدر يخليه واقف على رجله، او ان هو ما بقاش مخضوض، فهيدي له جزء قليل في اخر المباراه لو عندهم النيه في ماتش بكره ان شاء الله. احمد انا عايز اسالك سؤال كده يعني في الكواليس، هل الجهاز الفني ندمان على عدم ضم حسين الشحات، ولا عشان طبعا انت عارف ان هو طبعا يعني لاعب واخد احسن لاعب في الامارات، واكيد طبعا كان ممكن يحل مكان محمد صلاح، لكن هل الجهاز الفني في الكواليس كده والخبايا ندمانين على عدم ضم حسين الشحات؟ من قرب الفني ومتفني ومنتخب مصر عمر مش ندمانين خالص على حاجه زي كده، ده بالعكس انا هوضح لك حاجه بسيطه جدا.
كوبر لما بيجي بيختار ممكن اي حد دلوقتي في الشارع المصري يقدر يقول لك ال11 لعيب اللي هيلعبوا والثلاثه اللي هيتغيروا. الاهم من كده كمان ان انا ممكن اخد محمود عبد العزيز او سام مرسي معايا في القايمه في كاس العالم، ولكن لو واحد زي منه مصاب ولا هلعب بمحمود عبد العزيز ولا هلعب بسام مرسي، هلعب باحمد فتحي في القلب واحمد المحمدي ناحيه اليمين. هو برده عنده نفس الموضوع، لو كان مع حسين الشحات برضه ما كانش هيعمل نفس الحكايه، ما كانش هيدفع بيه في مباريات، لان بيحب اللعيب اللي شرب طريقته اللي بيريحه. فعشان كده ممكن لقينا استبعاد لحسين الشحات، لكن لا، ما هو مش ندمان خالص في داخل الجهاز الفني، ولو كان ندمان كوبر ما بيه من النوع اللي ما بيكبرش، كان قرر ان هو يرجعه تاني او يضمه، خصوصا ان هو حطه في ضمن الناس البدلاء، الست لعيبه البدلاء يعني. طيب يعني عايز كده، عايز اروح معاك للتشكيل الاول كده، تقول لي بكره ايه توقعك لتشكيل مباراه كولومبيا اللي احنا هنقول بنسبه 90% هتبقى نفس اللعيبه او نفس ال11 لاعب اللي هيكونوا متواجدين في مباراه بلجيكا وايضا في مباراه الاورجواي، بغض النظر عن طبعا محمد النني اللي مش هيكون موجود من البدايه لكن هيكون موجود في مباراه بلجيكا ان شاء الله من البدايه. بالظبط كده زي ما انت بتقول، ولكن هو هيدي محمد الشناوي مباراه وهيدي عصام الحضري مباراه، وخليني اقول لك ان هو بنسبه كبيره الشناوي هو اللي يبقى موجود بكره مع احمد فتحي وعلي جبر واحمد حجازي ومحمد عبد الشافي، والناس هتقول بيدي علي جبر ليه؟ طب ما جربش سعد او لا، سعد مش هيتجرب، سعد موجود رقم ثلاثه في تصنيف السيرد باكات وهو بيلعب بالاساسيين عشان خلاص يندمجوا في المباراتين دول قبل كاس العالم، فيبقى احمد فتحي وعلي جبر وحجازي محمد عبد الشافي قدامهم طارق حامد. طب مين اللي يلعب مع طارق حامد؟ سام ولا محمود عبد العزيز؟ هو شايف ان محمود عبد العزيز قدم في المباراه اللي فاتت كويس جدا مع طارق حامد اللي بيلعب معاه في الزمالك، فهيديله شويه برده يطمن عليه. كان في بعض التفكير ان هو يدي سام، ولكن خلاص الراجل يعني عارف سام قبل كده بفتره وجربه اكتر من مره، فهو استقر على محمود عبد العزيز. وان كان في بعض التفكير عمر، ناس قالت طب ما نلعب باحمد فتحي والمحمدي، قال لهم لا دي مباراه وديه، خلونا نجرب فيها ونحط ظروف، احنا جربنا الطرق دي قبل كده. وفاللي قدامهم عبد الله السعيد وعلى يمينه تريزيجيه وعلى شماله رمضان او كهربا نفكر يبدا بيه مكان رمضان، وقدام في خط الهجوم مروان محسن. ده بياخدنا لدرجه جدا عمر، انا عمر اللي نهائي الكاس العالم في القائمه النهائيه لكاس العالم. يعني من بعض المعلومات اللي امتلكها يعني مع عواد مش هيبقى موجود، طب ليه اختار شريف اكرامي على حساب عواد زي ما الناس بتتكلم؟ هو الراجل شايف ان لازم يبقى في اثنين حراس خبره في القائمه، كان الحضري وكان معاه احمد الشناوي، ولكن هم راوا ان طالما احمد الشناوي مش موجود ما ينفعش يحط اثنين حراس، لو في لا قدر الله اصابه عند الحضري وحب يعتمد عليهم ممكن بلغط الكوره يحرقهم زي ما حصل في فتره من الفترات مع شريف والشناوي، ولكن هو فضل ان شريف يبقى موجود في القائمه وان عواد يبقى هو اللي خارج القائمه. كريم حافظ خرج من حسابات الراجل، هو اداله فرصه اكتر من مره. الونش وعمرو طارق برضو هو قال انا اسيب ايمن اشرف معايا، ده اخر كلام اتقال امبارح، ان انا اسيب ايمن اشرف معايا بحيث ان هو يفك لي مكانين، المكان الاول سيرد باك والمكان الثاني بيلعب مكان محمد عبد الشافي اذا لا قدر الله حصل اصابه، خصوصا ان هو قدم مباراه طيبه في مباراه الكويت. طيب يبقى احنا كده بنتكلم في اربعه لعيبه، فاضل اثنين، الاثنين هو هيفاضل بين محمود عبد العزيز وسام مرسي، والحسم فيها لسه ما اتحسمش، خصوصا ان الراجل بيقول لك انا لو محمود عبد العزيز معايا ممكن ما العبش بيه والعب باحمد فتحي، فخلاص اخد سام مرسي الراجل اللي معايا بقاله ثلاث سنين بدل ما اجي اضحي بيه في اخر مباراه. وقدام احمد جمعه ما قدمش المردود الايجابي، كان في مفاضله بينه وبين كوكا، فهو الراجل خلاص استقر ان هو يبقى احمد جمعه اللي يخرج من القائمه ويتم الابقاء على احمد حسن كوكا. احمد، مين هو حارس منتخب مصر في كاس العالم؟ اللي هيقف مباراه بلجيكا. يعني طب انت تفتكر مين؟ طيب معلوماتي انت قلت ان الشناوي هيلعب مباراه وكابتن حضري هيلعب مباراه، فبالتالي مباراه بلجيكا اخر مباراه قبل ماتش الاورجواي اللي هيكون فيها كابتن عصام حضري، فبالتالي الحضري هو هيكون حارس منتخب مصر في كاس العالم، صح كده؟ الا اذا بقى ان الشناوي قدم مباراه امام كولومبيا حاجه يعني تقلب التفكير خالص عند الجهاز الفني، لان الجهاز هو دفعه في مباراه البرتغال مش علشان يخليه حارس اساسي لمنتخب مصر، عشان يطمن ان عنده حارس يقدر يشيل منتخب مصر، فخايفين يحرقوه، يعني هو انا ممكن يدوا محمد الشناوي، فبالتالي لا احنا هندي تدريجي الحضري وبعدين نبدا نركب محمد الشناوي واحده واحده، خصوصا ان الحضري يعني اعتقد ان هيبقى ده المباراه الدوليه الاخيره ليه يعني. احمد بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، واكيد طبعا كلام كان مهم جدا خاص بالمنتخب الوطني واستعداداته لمباراه بكره ان شاء الله مباراه كولومبيا، وكلام كان في المجمل العام عن كاس العالم وابرز الاسماء المستبعده وكلام على اصابه محمد صلاح، فاحنا خلاص كلنا استقرينا وقلنا ان محمد صلاح
رسميا مش هيبقى موجود في مباراه اوروجواي، مش بس عشان مش هيكون يعني جاهز 100%، لا كمان عشان المنتخب مش عايز يجازف بيه وعايز يخليه موجود بنسبه 150%. احنا عارفين ان محمد صلاح لاعب في ليفربول، واحنا عارفين ان الانديه دايما بتهتم بصحه اللاعب، ومش هينفع ان هو كمان يشارك مع منتخب مصر ولا في اي حته ثانيه قبل ما يكون جاهز بنسبه 150%، عشان لو شارك وهو مش جاهز احنا عارفين ان ممكن ده ياثر على منتخب مصر، وبالتالي كمان يحرمنا من محمد صلاح للمباراتين اللي هيكونوا بعد كده في كاس العالم، فبالتالي يريح اول مباراه ويكون احسن ويكون جاهز للمباراتين اللي هيكونوا يعني غايه اكيد في الاهميه والقوه، مباراه روسيا ومباراه السعوديه. ومن المنتخب الوطني للمنتخب الاولمبي ومنتخب مصر الاولمبي بقياده الكابتن شوقي غريب، كان عنده تجربه مع منتخب تونس وخسروا من منتخب تونس 2-1 وبعدها توجهوا الى الجزائر، واكيد طبعا كان استقبال مهم جدا وحافل لبعثه منتخب مصر طبعا رئيس بعثه الكابتن عصام عبد الفتاح، وكان في استقبال منتخب مصر نائب السفير المصري بالجزائر مرعيش وممثل الاتحاد الجزائر، واحنا عارفين ان منتخب مصر هيلعب مباراتين وديتين امام منتخب الجزائر في ملعب 5 يوليو يوم 3 و6 يونيو المقبل. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر الاولمبي في مشواره في امم افريقيا واللي من خلالها بيتاهل الى اولمبياد 2020. قبل ما نروح بقى لاخبارنا العالميه والخاصه بمنتخبات اللي هتكون مع منتخب مصر في كاس العالم، هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي اخبارنا الرياضيه. اهلا بحضراتكم من جديد ولسه مكملين مع حضراتكم اخبارنا الرياضيه. هنروح لاخبار مجموعه منتخب مصر في المونديال ونبدا بمنتخب اورجواي، وحارس منتخب اورجواي طبعا موسليرا حصلت له اصابه في ايده، لكن يعني اكيد ربنا يشفيه ويعافيه، لكن دي مش هتمنعه ان هو يكون موجود في كاس العالم. كانت اصابه في احدى التدريبات وبالتالي عندهم مباراة ودية أمام أوزبكستان يوم 7 يونيو المقبل وهيكون متواجد فيها، وبالتالي هتكون آخر بروفا قبل مباراة منتخب مصر في أولى مبارياتهم. لا مش يعني احنا زي ما احنا قلنا مش هيكون مش هيكون يعني هتمنعه ان هو يكون موجود في كأس العالم. موسليرا من الحراس المميزين جدا، من الركائز القوية اللي هتبقى موجوده في منتخب الاورجواي. اكيد طبعا يعني كنا نتمنى ان هو يغيب، لكن ان شاء الله يكون موجود ويقدر ان هو اكيد سلامته وسلام كل اللاعبين اكيد طبعا تهمنا في اخبارنا الرياضيه. نروح لروسيا، ويعني منتخب روسيا عنده بعض التذبذب في المستوى. منتخب روسيا فشل في اخر 6 مباريات وديه ليه في مشواره في كاس العالم. منتخب روسيا كلام كتير جدا، الاعلام الروسي بينتقد مديرهم او المدير الفني طبعا الخاص بمنتخب روسيا ان هو لم يوفق في اخر 6 مباريات. طبعا هو مدرب محلي وبالتالي يعني مفترض ان هو يكون على درايه كامله بكل اللعيبه اللي موجوده وعلى درايه بكل الاحوال اللعيبه الموجودين في منتخب روسيا، لكن 6 مباريات اخرها ماتش النمسا واللي خسر من خلاله طبعا اكيد خساره ما كانش راضي عنها الاعلام الروسي، وبالتالي زي ما احنا يعني عارفين او يعني زي ما هقول لحضراتكم ان اخر فوز كان لمنتخب روسيا كان يوم 7 اكتوبر 2017 على حساب كوريا الجنوبيه 4 اهداف مقابل هدفين، وبالتالي مش عارفين الدنيا هتروح لفين. هل ممكن إن منتخب روسيا أو الاتحاد الروسي كرة القدم هل ممكن يستغنى عن خدمات مديره الفني؟ أنا ما أعتقدش، لكن إن شاء الله يكون في صالحنا تذبذب المستوى ده، يكون في صالح منتخب مصر ويكون عامل سلبي على المنتخب الروسي وعامل إيجابي على منتخب مصر في مهمته في كأس العالم. إحنا عارفين إن منتخب روسيا ومنتخب مصر هيلعبوا المباراة الثانية في المجموعة الخاصة بيهم في كأس العالم، يعني مصر وأورجواي أول مباراة، ثاني مباراة مصر وروسيا، وآخر مباراة مصر والسعودية. هنروح لمنتخب السعودية، طبعا المدير
منتخب السعودية في كأس العالم، وهم الحارس طبعا عساف القرني ومحمد جحفلي وعبد الله الخيباري ومحمد الكويكبي وهتان بهبري من القائمة النهائية اللي هتضم في الآخر 23 لاعب. والمباراة القادمة للمنتخب السعودي أمام ألمانيا يوم 8 يونيو، زي ما احنا عارفين كان في مباراة ودية جمعت ما بين المنتخب الإيطالي والمنتخب السعودي، واللي انتهى بفوز إيطاليا 2-1 على المنتخب السعودي. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر ومنتخب السعودية وكل المنتخبات العربية والأفريقية المشاركة في كأس العالم، وإن شاء الله يشرفوا الكرة الأفريقية والعربية. ولسه مكملين مع أخبارنا العالمية، لكن في على صعيد الأندية، وخلاص خلصنا المنتخبات هنروح لخبر كلنا يعني صحينا عليه الصبح في مؤتمر صحفي، هو رحيل زين الدين زيدان عن تدريب ريال مدريد بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا اللي كانت يوم السبت الماضي على حساب ليفربول بثلاث أهداف مقابل هدف. زيدان لاعب أو مدرب ذكي جدا جدا جدا، زي ما هو اعتزل في قمة مجده بالتالي بيمشي من تدريبات ريال مدريد وهو في قمة المجد. احنا عارفين ان في عقليتين من المدربين، واحد يقول انا هفضل موجود لابعد مدى عشان احقق مع النادي استقرار وبطولات، ومدرب تاني يقول انا دايما انا ببقى موجود لعدة سنوات احقق معهم بعض البطولات او على اكبر قدر ممكن من البطولات، وبالتالي امشي وانا في قمة مجدي اللي طبعا بيكون موجود على الصعيد التدريبي. وبالتالي ده اللي زيدان عمله النهارده، ان هو استقال من تدريبات ريال مدريد، وبالتالي ريال مدريد هيكون في اكتر من اسم مرشح في الفترات القادمه لتدريبات او لتدريب ريال مدريد. زيدان بقى هيروح فين؟ زيدان في كلام كتير جدا بيقول ان هو ممكن يبتعد عن التدريب لمده سنه، ممكن يروح طبعا في كلام على انه هيتولى تدريب قطر ومنتخب القطري استعدادا لكأس العالم 2024 لمدة 4 مواسم، كل موسم هيكون قيمة 50 مليون دولار. ده الكلام اللي احنا سمعناه، لكن رسميا او فين اللي ممكن الواجهة اللي هيروحها 2022 اسف كأس العالم 2022 اللي هيكون متواجد في قطر، لكن مش عارفين هل زيدان هيكون فعلا قريب من المنتخب القطري، ولا زيدان هيتم يعني زي ما حصل قبل كده مع جوارديولا ان هو بيبعد عن التدريبات لمدة سنة. احنا عارفين ان المدير الفني بيكون مضغوط بشكل كبير جدا جدا خلال تدريباته، كمان مش بس يعني فريق متوسط المستوى، لا ده فريق ريال مدريد فدايما طامح الى اغلى البطولات واعلى البطولات. زي ما احنا عارفين ان او زي ما حضراتكم متابعين الكره العالميه، ان زيدان طبعا تولى ريال مدريد سنه 2016، حقق معاه نجاحات كثيره جدا، دوري ابطال اوروبا 3 مرات، وتوج بالسوبر الاوروبي مرتين، وكاس عالم الانديه وكاس عالم الانديه اكيد مرتين، ودوري الاسباني مره، وبالسوبر الاسباني مره، فبالتالي بطولات كبيره جدا جدا، و اخبار يعني اكيد يعني نتمنى ان شاء الله ان زيدان يعني يوفق في مسيرته القادمه، وان ريال مدريد يتم ان شاء الله اختيار مدير فني على اعلى مستوى يكمل نجاحات زين الدين زيدان ونجاحات ريال مدريد اللي هتكون ان شاء الله في المواسم القادمه. قبل بقى ما نختم مع حضراتكم، كان في خبر كده يعني خبر عايزين نختم بيه كده، خبر دمه خفيف يعني. في موقع اسمه بوبليك، ده موقع فرنسي بيختار اللعيبة الأوسن في المنتخبات، وبالتالي تم توقيع اختيار اللاعب الأكثر وسامة في منتخب مصر هو رمضان صبحي. فيعني هم ناس مركزة في كأس عالم وناس مركزة في مين وسيم ومين أحلى واحد، فبالتالي تم اختيار من كل منتخب لاعب وسيم زي ما احنا شفنا رمضان صبحي وأكثر اللاعبين المصريين وسامة. هيجي معاه طبعا فرجاني ساسي من تونس وسفيان مرابط من المغرب وسليمان الفرج من السعودية، وأكيد طبعا تم اختيار رونالدو وكيفن تراب من ألمانيا وإيدن هازارد من بلجيكا وأوليفي جيرو من فرنسا وجيرارد بيكي من أسبانيا ونيمار دي سيلفا نجم البرازيل، مش يعني نيمار ماشي مش مشكلة، وفالكاو من كولومبيا وميسي من الأرجنتين. يعني ممكن يكون فيها يعني حتى المجاملات في اختيار اللعيب مين اللي أوسم ومين مش الأوسم فيها كمان. طيب وبكده يكون يعني خلصنا بقى مع حضراتكم كل الأخبار اللي موجودة معانا. بكرة إن شاء الله هنكون موجودين مع حضراتكم في نشرة أخبار رياضية جديدة على قناة الأهلي، لكن هتكون من 11 ل 12 وده بعد مباراة منتخب مصر مع كولومبيا اللي هتقام في الساعة 9:15 إن شاء الله. كل التوفيق لمنتخب مصر، وإن شاء الله نكون موجودين بقى مع حضراتكم ونحتفل بفوز منتخب مصر. استنونا بكرة في الساعة 11 على قناة النادي الأهلي نشرة أخبار رياضة جديدة. إن شاء الله نشوفكم بكرة على ألف خير. السلام عليكم.